جهات سياسية تعتاش على هذا الأمر. اليوم أصبح النازع مثل الدجاجة التي تبيض بيض الذهب حتى تعود وارداتها إلى هذه الجهة وتلك الجهة، يتباكون عليهم أمام المجتمع الدولي، يتباكون أمام المجتمع العراقي على أوضاع النازحين، لكن بنفس الوقت يعملون على أن يكون النازحين مكسب ومرتع لهم ولمكاسبهم الشخصية. سيدي الكريم، ترى الجرف الصخر أصبح المنطقة الخضراء لبعض الجهات السياسية، حتى قيادات كبيرة في الدولة لا تستطيع أن تصل إلى هذه المنطقة حتى دخولها في باج. أنا سميتها المنطقة الخضراء للجهات السياسية أو للأحزاب السياسية، لا يستطيع حتى المسؤول الدولة أن يدخل لها. فأكو أكو أكو غلط بالموضوع. يعني جرف الصخر إذا كانوا مطلوبين، خلينا نجي عليها على سبيل المثال، الحجة الواهية إنه هذول مطلوبين وهذول دواعش، إذا رجعوا المناطق راح يسوون إشكال. زين هم وين قاعدين؟ هم قاعدين في بابل، قاعدين في أطراف الأنبار، هم يسكنون اليوم في بعض مخيمات بغداد. زين هو ذا مطلوب، هو من لازمك؟ ما تروح تعتقله، روح اعتقله اذا عليه مؤشر، روح اعتقله. من لازمك؟ ما هو تحت الخيمه الامنيه. ليش اذا رجع الى منطقته الى جرف الصخر او رجع الى المقداديه في دياله، او اذا رجع الى بعض مناطق دياله او بعض مناطق صلاح الدين؟ لا، هذه مشكله، هاي مشكله. اذا رجع لازم ندققه ونشيكه. اوكي دققه وشيكه، ليش ما ترجعه؟ عندك عليه شيء روح اعتقله.